الرحمن الرحيم، ازيكم اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة جايبة لكم اللعبة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، جايبة لكم لعبة الكلب الجميل ده. هي اللعبة بنتي شوية زي ما انتوا شايفين، الكلب فيه فيونكتين حلوين اهو. الكلب ده بينور وبيمشي، ليه حجر اهو مكانه من تحت. تعالوا بقى نركب الحجر بتاعه ونشوف هو بيشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اصدقائي، هو بياخد حجرين، نشوف يشتغل. بصوا اصدقائي، بصوا اشتغل ازاي. هو بيمشي، هدي دي، بصوا 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 ايه رايكم في اللعبة الحلوة دي؟ بصوا جميلة ازاي؟ حط صباعي بقه، جميلة جدا وتنفع الأطفال الصغيرين، بيبيهات جميلة معاهم. بصوا ما تعورهمش، حلو قوي. بصوا في جرس هناك اهو. خلاص بقى نقفل الكلب بتاعنا اهو، جميل جدا بدل الكلب الحقيقي اهو، حلو في البيت برضو. ايه رأيكم في اللعبة الحلوة بتاعتنا النهاردة؟ ولونه جميل جدا. بصوا هنا الديل بتاعه بيتحرك برضو، وفي جرس اهو. ايه رأيكم في اللعبة الحلوة بتاعتنا النهاردة؟ جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو النهاردة يا ريت تعملونا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغالة؟